وتحملها مسؤولية الحروب والكوارث التي حدثت في العالم، وطبعا بسبب ابتعادها عن الله. هاي بتقول الأصولية. سادسا، كتابات نشرت في الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل التسعينات لفرانسيس فوكوياما، وهو مفكر أمريكي من أصل ياباني، قد أصدر كتابا بعنوان نهاية التاريخ وآخر رجل، The End of Story and the Last Man. ماذا يقول؟ وكتاب ثاني هو لمفكر الأستاذ معهد الدراسات الاستراتيجية في هارفارد، بروفيسور سامويل هينغتون، وكتابه مشهور هو صدام الحضارات، Clash of Civilizations. وينصح فوكوياما شعوب العالم بتبنيها كنظام حكم وكقيم ثقافية إذا أرادت أن تتقدم. هلا أما أطروحة هينغتون فهي أبعد من فوكوياما، فهي تذهب أبعد ما ذهب فوكوياما، ويقول حرفيا إن الانقسامات الكبرى بين البشر ستكون ثقافية، ومصدر النزاع سيكون مصدره ثقافية. فالنزاعات الأساسية في السياسات العالمية ستحدث بين أمم ومجموعات لها ثقافات مختلفة، وإن الخطوط الفاصلة بين الثقافات هي خطوط المعارك في المستقبل. ويؤكد هينغتون إن السبب الأول لتفجر النزاعات سيكون الفوارق الثقافية، لأنها غير قابلة للتعديل أو التبديل مثل الفوارق السياسية أو الاقتصادية. ففي وسع الشيوعي أن يتحول إلى ديمقراطي، وفي وسع الفقير أن يصبح غنيا، ولكن ليس ممكنا أن يصبح الأزري أرمني أو الروسي أفغاني. وفي النزاعات الطبقية أو الأيديولوجية كان السؤال الأساسي مع من تقف، يمين أو يسار، وكان في مقدور الناس أن يختاروا الجانب الذي يقفون فيه أو أن يغيروه لاحقا، وقد فعلوا ذلك مرارا من قبل. إما في النزاعات بين الثقافات فإن السؤال هو من أنت؟ شو دينك؟ مين أنت؟ بيسألوا لواحة، والإجابة الخاطئة عن هذا السؤال كانت تعني رصاصة في الرأس. هذا ما حصل في لبنان والبوسنة والقوقاز والسودان، الكلام حرفيا لهينغتون. فالدين يتابع هينغتون يفصل بين الناس بصورة أكثر حدة وحصرا حتى من العرق الإثني. فالمرء قد يكون نصف فرنسي أو نصف عربي، حتى مواطنا في بلدين في الوقت نفسه، لكن من الصعب أن يكون نصف كاثوليكي ونصف مسلم. وقد قسم هينغتون الحضارات أو الثقافات إلى سبع، معروف تقسيمه صار: السلافية الأرثوذكسية، الغربية، الإسلامية، الهندوسية، الكونفوشية، اليابانية والأفريقية. ويعتقد هينغتون بأن الحرب العالمية القادمة إذا حدثت ستكون حربا بين حضارات تتعارض في ثقافاتها. تنبأ بأنها ستقع بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية. والمنازعات في العالم التي نشأ، ويعدد المنازعات في العالم التي نشأت بسبب الخلاف في الثقافات. فالعالم في نظره ليس واحدا، والثقافات هي التي تتوحد الجنس البشري أو تقسمه. وإنما يهم الناس في نهاية المطاف، يقول هينغتون، ليس الإيديولوجية أو المصالح الاقتصادية، بل الإيمان والأسرة والدم والعقيدة. فذلك هو ما يجمع بين الناس، وما يحاربون من أجله ويموتون في سبيله. فالثقافة، يختم هينغتون، هي هدف يموت الإنسان من أجله. وبالطبع أثارت كتابات هينغتون ردود فعل عنيفة، ولكن هينغتون رد على الردود وتمسك بمقولاته. هذه هي في نظري أهم الأسباب التي جعلت من المسألة الثقافية تخرج من الظل وتخرج من هامشيتها وتزاحم المسائل الأخرى المطروحة على عالم اليوم. هلأ أما إذا انتقلنا إلى المشهد الثقافي العالمي، نشوف اليوم شو هي الأفكار الكبيرة بالسقفين، فماذا نرى؟ المراقب للوضع الثقافي يرى أن هناك اتجاهان أو طيران في العالم اليوم. الأول يتجه نحو العولمة في الثقافة، مونديالزاسيون أو جلوباليزاسيون، أي فرض نموذج ثقافي واحد على العالم. أما التيار الثاني فهو تيار الخصوصية الثقافية، مثل ما عم تعملوا أنتوا هون يعني، أو بسموها التشرنق الثقافي أو القوقعة الثقافية، كوكياج كولترال، بيسخروا منهم أصحاب التيار الأول. شو هو التيار الثقافي الأول؟ انطلق هذا التيار بفضل وسائل الإعلام التي ألغت الحدود وأزالت الحواجز بين الناس وقربت المسافات، وخلقت ما يعرف اليوم بالزمان العالمي توم مونديال. فالصحن والفاكس والانترنت وشبكة التلفزيون CNN، حتى بيقولوا كلهم CNN هي خاضت حرب الخليج وانتصرت فيها، واصبحوا كل رؤساء العرب اليوم بيستشهدوا شو قالت CNN، معروف.
كلها جعلت العالم حاضرا في كل العالم في لحظة واحدة. من هنا أصبحت مساقطة الأكتريشن عملا يوميا، وهي تتخذ شكلا أكثر خفاء ومرونة وعفوية من مساقفة العهد الاستعماري الذي كان يأخذ شكل مصادمة أو تدخل اعتسافي من الخارج. وقد نتج عن ثورة الاتصالات ما يعرف بثقافة العولمة، وهي على تناقض مع ثقافة وإيديولوجيا الدولة القومية الاتناسيون. ومصطلح العولمة ما اتفقوا عليه، أحيانا بيقولوا العولمة أو الكوننة، حتى المصطلح الأجنبي globalization أو mondialization ما اتفقوا عليه لأنه جديد. كان أول من أطلقه عالم الاجتماع الكندي مارشال ماكلوهان، فقد لاحظ أستاذ الاتصالات في جامعة تورنتو، فقد لاحظ أن التلفزيون حول العالم إلى قرية كونية global village سمينا. من هنا أطلق شعاره العالم أصبح قريتي، the world is my village، صار العالم كله ضيعته. فإذا استنتاج ماكلوهان انطلق من الحرب الفيتنامية، هو أول واحد نبأ بأنه الأمريكان سينهزموا بالحرب الفيتنامية بسبب التلفزيون، لأنه كان التلفزيون كل يوم ينقل صور للمشاهدين الأمريكان وللعالم ماذا يحدث في فيتنام. فقال أن العالم سيعاقب الأمريكان بسبب التلفزيون. من تلقف هالفكرة؟ زبيجنيو بريجينسكي، كان مستشار رئيس كابر الأمن القومي 1977-1979، ليستفيد من العولمة من قدرة الشبكات المتلفزة الأمريكية، قام بده ينقل القيم الأمريكية الغربية إلى العالم بدل إلى الحقائب السرية والدبلوماسية. بلش يستخدم التلفزيون لنقل القيم الغربية، هو بسميها القيم، نحن بنسميها، هو بسميها القيم الغربية، نحن نقول القيم الأمريكية في الحرية والديمقراطية، داعي شبكات التلفزة إلى مخاطبة العقل الكوني. الإنسان في عقل كوني وعقل خاص، هلأ نشوفه بالطيار الثاني اللي عمل رد فعل على العقل الكوني. في عقل كوني بالإنسان، دعا أنه لن خاضوا للإنسان، مدعيا أن الإيديولوجية الماركسية تقوم على ثقافة خصوصية هي ثقافة طبقة البروليتاريا، وهي شريحة واحدة من شرائح المجتمع. وكانت الكوننة أو العولمة قد بدأت عمليا مع شركات متعددة الجنسيات التي كانت قد بدأت تخاطب المستهلك على أنه مواطن عالمي universal citizen، وكانت ترمي من وراء ذلك إلى تدمير الثقافات التقلية وتنميط الأفكار وتوحيدها وتعميم لأنماط معينة من الاستهلاك والتصرفات. وبدأت تضع شعارات وأعلانات تعزز هذا الاتجاه، متخطية الهوية الذاتية للأفراد والدولة الوطنية والحدود السياسية والمعالم الثقافية، وكأنها كانت تريد أن تحل محل الدولة في ميادين المال والاقتصاد والإعلام. فإعلانات البيبسي كولا والكوكا كولا والتبغ وماكدونالد كلها تصب في هذا الاتجاه، وكلها تحاول أن تجرد الإنسان من خصوصيته بهدف فرض نماذج اقتصادية واجتماعية وثقافية ومعرفية واحدة. مثلا لعبة باربي تحولت إلى لعبة عالمية. قرأت تقرير بأحد المجلات الفرنسية، الحكومة الإيرانية حاولت تمنعها، فشلت تمنع لعبة باربي، وصلت ل $300 سعرها بإيران، تباع بالسوق السوداء. إيه، فإذا هذه ظاهرة من ظواهر العولمة. فإذا في عقل كوني الإنسان، في ثقافة عالمية الإنسان عم بيتجه إلها. من هنا كانت الشعارات التي صاغتها الشركات العالمية وروجتها، مثلا We want Sony not sold، We want Sony not sold، بدنا سوني، شركة سوني، ما بدنا الأرض. We want Sony not sold، Sony is my soul، سوني هي أرضي. Enjoy now and think after، انبسط هلا وبعدين بتفكر تدفع أو بتفكر تدفع. كل هذه شعارات الشركات العالمية. ومما شجع أيضا على العولمة منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمحافظة على البيئة. فالأمم المتحدة باتت تجبر بشكل أو بآخر الدول على أن تتقيد في تشريعاتها المعلنة على الأقل بالمبادئ العامة للميثاق العالمي لحقوق الإنسان وبالقيم المجمع عليها على الصعيد الدولي، مثل قيم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية. حقوق الإنسان وصيانة البيئة هما المظهر الملموس اليوم لعالمية هذا النوع من الثقافة.